متابعة دائمة لأحوال القدس، المقدسات، التهويد، الإبعاد، الاعتقال، الاعتداءات، معيقات التعليم، الاقتصاد، الثقافة، الشباب والمرأة. بالكلمة والصوت والصورة، شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي، الإعلام المقدسي الحر، صوت المقدسيين إلى العالم. www.hunalquds.net. وإلى جامعة القدس التي نظمت حفلا موسيقيا في مسرح كلية هند الحسيني ضمن مشروع إطلاق كلية الموسيقى في جامعة القدس، وقد تضمن الحفل عدة عروض موسيقية من قبل فنانين بمختلف الجنسيات. معنا عبر الخط الهاتفي في إذاعة هنا القدس الدكتور جمال نسيبان، نائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس. أهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير. صباح الخير، نرحب بك عبر إذاعة هنا القدس. جهودكم كبيرة في كلية الموسيقى، لو توضح للمستمعين طبيعة هذه الكلية بداية. طبعا أولا صباح الخير جميع. الحقيقة مشروع كلية الموسيقى طبعا موجود عندنا منذ فترة، وعندنا نواة كلية موسيقى في جامعة القدس منذ سنوات، ولكن منذ حوالي سنة أو سنتين نعمل بشكل جدي على تطوير هذه الكلية ضمن الجامعة. واللي حصل في الأسبوع هذا هو أنه تم الإعلان عن الفائز بأول جائزة للتلحين اللي أعطناها لشخص من النمسا. طبعا هذه الجائزة كانت ضمن مسابقة نظمتها الجامعة أو نظمتها كلية الموسيقى في الجامعة، كانت مسابقة دولية شارك فيها ناس من جميع أنحاء العالم، من البرازيل، من فنلندا، من إسبانيا، من جميع أنحاء أوروبا. نعم. وكانت بناء على شعر ألفه أو ألفته شاعرة قضت عندنا في جامعة القدس أسبوع في العام الماضي، وكتبت شعر عن القدس. فبناء على هذا الشعر أعلننا مسابقة للتلحين. نعم. وتم الإعلان امبارح عن الشخص اللي كسب هذه المسابقة في القدس، في حرم الجامعة في القدس في كلية هند الحسيني، وتم عزف القطعة أو المقطوعة لأول مرة البارحة، وسوف يتم إعادة هذا الحفل الليلة لمن لم يستطع أن يصل إلى القدس مساء اليوم في حرم الجامعة في أبو ديس أيضا الساعة 7. نعم. هلا ضمن هذا الموضوع ايضا، ضمن فعاليات هذه الجائزه وهذا الاسبوع وهذا المشروع اللي احنا عملنا بنشتغل عليه، ايضا تم تنظيم عده نشاطات موسيقيه خلال هذا الاسبوع، منها نقاشات، حوارات فلسفيه ادبيه، زائد عروض موسيقيه اخرى تم الاستعراض فيها طبعا اساتذه الموسيقى الجدد اللي انضموا لنا هلا في الجامعه من أنحاء العالم، منهم طبعا بدؤوا كمان، منهم بدؤوا بيانو. تم أيضا عرض ما سوف نستمع إليه وسوف نستمتع به خلال العام القادم في الجامعة، لأن هذول الناس هلأ موجودين عندنا في الجامعة وراح يدرسوا طلابنا، وإن شاء الله راح يعني الجميع يقدر إنه يسمعهم خلال هالسنة. نعم، إذن هو حفل فريد من نوعه لكونه في مدينة القدس، يعني له دلالة واسعة. شوف، كونه في مدينة القدس طبعا مهم جدا، كونه أول مرة بتم الإعلان عن جائزة من هذا النوع. نعم. اللي ضمت شعر، ضمت موسيقى، جابت ناس من جميع أنحاء العالم وجابتهم على القدس، وكان الشعر مكتوب في القدس عن القدس طبعا من قبل شخص أجنبي، ولكن شخص كثير اهتم بالقدس. فأعتقد أنه كمان بالنسبة للقدس كانت مهمة مش بس للجامعة. نعم. بالنسبة أيضا لهذا الحفل دكتور، يعني كيف يمكن أن يثري أو تثري كلية الموسيقى الثقافة المقدسية؟ يعني نأمل أولا أن تساهم كلية الموسيقى في إثراء مش بس الثقافة المقدسية. نعم. بس الثقافة الفلسطينية، كون القدس عاصمة فلسطين، فإحنا طموحنا أكبر من بس القدس.
ولكن احنا المشروع هذا نعمل عليه مع او بالتعاون مع جميع المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مجال الموسيقى، من معهد ادوارد سعيد للماجنيفيكات لجميع المؤسسات. والفكرة هي انه الاشخاص اللي بتتخرج من هذه المعاهد او المراكز الموسيقية ان نعطيها مكان حتى تكمل في دراستها الموسيقية، تاخذ هذه الدراسة لمستوى اخر حتى تقدر تطور مهاراتها وقدراتها اكاديميا ومهنيا حتى تصبح قادرة على انها تشارك في الموسيقى على مستوى عالمي. فكلية الموسيقى في الجامعة تأتي لتكملة أو لتكميل ما يحدث على مستوى الوطن حاليا. يعني هل يتم أو سيتم إعادة عروض الموسيقى هذه في مناسبات دولية لصالح القدس أو فلسطين بشكل عام؟ إن شاء الله. إحنا في الوقت الحالي مركزين على عرضها هون. نعم. في القدس وفي فلسطين بشكل عام. عندنا زي ما قلت الليلة أيضا في حرم أبو ديس، عندنا عرض يوم الثلاثاء أعتقد في أو الأربعاء في مركز خليل السكاكيني في رام الله. نعم. وأكيد إنه هذه الموسيقى هلا راح تلف العالم، ممكن معنا أو ممكن بدوننا، بس دائما راح تكون باسم القدس. يعني وين ما تروح هاي الموسيقى هلا، الملحن أو البدؤ الموسيقى أو الشاعرة اللي هي موجودة عادة في نيويورك ولكن تتنقل، كل هذا راح ينقل اسم القدس وعروبة القدس وفلسطينية القدس لبقية العالم. أخيرا دكتور جمال، يعني رسالة جامعة القدس في ظل هذه الجهود التي تقومون بها. يعني أكيد إنها رسالة أولا حضارية، ثانيا بتأكد على أهمية العلم والتفكير والإبداع والإلهام، بتذكر الناس انه في امل، انه احنا ما زلنا موجودين، انه الواحد بيقدر يبدع ويخلق بالرغم من الاحتلال والصعوبات اللي احنا كنا بنواجهها هون، وانه يعني الواحد بيقدر انه يفتح ويكبر، يفتح مشاريع جديده، يكبر يتطور بالرغم من كل العقبات اللي ممكن يواجهها، انه احنا موجودين وراح نضلنا موجودين. نعم. الدكتور جمال نسيبة، نائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس، شكرا جزيلا لك عبر إذاعة هنا القدس. حياكم الله، شكرا كثير. متابعة دائمة لأحوال القدس، المقدسات، التهويد، الإبعاد، الاعتقال، الاعتداءات، معيقات التعليم، الاقتصاد، الثقافة، الشباب والمرأة. بالكلمة والصوت والصورة. شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي، الإعلام المقدسي الحر، صوت المقدسيين إلى العالم. www.hunalquds.net